طيب ننتقل إلى الفائدة الخامسة قال فيه فضل الأمانة فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير فضل الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فإيش فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمر مخيف الأمانة شيء عظيم وكما قال أحدهم لو أمنتموني على جبل من ذهب لأتمنت ولو أمنتموني على امرأة عجوز ما اذا الامانه انواع لا تبتلي نفسك بالنساء والامر حقيقه اخواني في الله غير معقد تستطيع ان تتزوج وان تطالب على مقاعد الدراسه لكن تحتاج الى تعب ولكن احسن الاختيار وأنا أدعو إن كنت طالب علم وتريد أن ترزق بأولاد علماء ابحث عن ابنة عالم تكون في أسرة علمية هذا مدعى لأولادك أن يكونوا علماء أما تأخذ بنت خالتي بنت عمتي متى وجدت الفتنة مباشرة خذ أي شيء لكن إن كان عندك طاقة وعندك هم وهدف فخذ من تعالم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب إذا الأمانة أنواع واصلاح العمل للغير اصلاح العمل للغير هذا يدل على صفه من صفات المجتمع في هذا الشخص وهو انه شخص ماذا من يعرف يرفع يده ايجابي, لا إيجابي. الناس في المجتمع نوعان ايجابي او سلبي اليد العليا خير من اليد السفلى هناك يد عليا وهناك يد سفلى هناك مصلح وهناك مصلح له اسأل نفسك هل أنت إيجابي أم سلبي تصلح أم يصلح لك تنفق أم ينفق عليك فهذا ما أراده الشيخ ابن عثيمين وهو أن تكون ممن يتحمل الأمانة ويصلح لغيره طيب شوف الفايدة البادية قال فيه أن الله سميع الدعاء سميع الدعاء مع توفر شروط استجابة الدعاء ومع ذلك استجابة الدعاء فضل من الله عليك فضل من الله عليك